مرحبا بك محمود معنا في سمير. صراحة بك جنة، ميرسي بوكو. الله يخليك. الوغ محمود، اون سي تو شنو كدير في حياتك اكسيتيرا، شكون هو محمود نيباح اكسيتيرا. دابوغ شنو هو السبب ديال اللجأ ديالك للفاس؟ السبب الرئيسي هو اني جيت باش نشوف العائله ديالي، باسكو انا كما الناس كيعرفوا جو سوي دو فاس. اي السبب الثاني هو انني درت واحد الميتاب هنا، اول ميتاب غادي ندير فاس. اي الحمد لله داز الميتاب زوين، يافي بلوس كو 80 بيرسون، كان اكثر من 80 واحد. واخا كنت علمتهم ما كناش بروغرامين باش نديروا الميتاب، درناه في اخر لحظات 48 ساعه، مي صافا داز الحمد لله مزيان. محمود تقدر تهضر لنا شويه على الدراسه؟ دونك انا جي ان دي تي اش تكنيسيان في لا كويزين. الناس اللي ما كيعرفوش انا درت لا كويزين، ما درتش انا التمثيل ولا درت لو تياتر. التوجه ديالي كان انا التوريزم ودرت لا كويزين. علاش لا كويزين بالضبط؟ باسكو سي لا باسيون ديالي، شي حاجه اللي كنبغيها. وكان عندي ميول حيت الوالد ديالي كان عنده واحد المطعم هنا في فاس، والوده ديالي كتخدم في واحد لوطيل، مديره ديال واحد لوطيل، دوكو بقيت في لو ميليو تو في لو ميليو توريستيك. داكو في نفس الوقت كنت درتي المطبخ، اكيد ما تخليتيش على والدتك ولا صح؟ لا الوغ ممكن تكلمنا على هاد التجربه من الطفوله حتى الان؟ هو في الاول بديت في 2007 بالاشهارات، كما كيعرفوا الناس اللي متابعيني. اول حاجه بديت بها هي الاشهارات. من بعد جات ليدي ديال لي فيديو، وليت كندير دي فيديو وكنكتبهم كنصورهم، كان داكشي ماشي بكاليتي زوينه، مي بديت شويه بشويه. درت اول فيديو كنت درتو على الباك، درتو اون 2009، وبزاف ديال الناس عجبتهم ليدي وعجبتهم لا فيديو، بارطاجاو وتفاعلوا معايا. دوكو ولات عندي ليدي انني نبدا ندير لي فيديو لي بودكاست اي لي فاين باش نوصل داكشي اللي باغي انا، اللي هو نوصل السينما. الحمد لله جي يو كيلكو رول، دي بتي رول سيغت، كانوا دي بتي رول، ادوار صغيره في افلام، بالحق افلام كبار. كان عندي واحد الغول صغير مع جينيفر انيستون في فيلم امريكي دي لو بيرتس، اللي غادي يخرج ان شاء الله اون 2018، فان 2018. يا صافا الحمد لله. ابار هذا الفيلم هذا كانوا عندي كانت مشاركتي في ثلاثه ديال الافلام الفرنسيه، لا بروميس دو لوب، لوان دي زوم، اي 15 مينوت دو غير. ومؤخرا درت اول حلقه في واحد السلسله امريكيه ويست اوف ليبرتي. ممكن تكلمنا على هذه التجربه الامريكيه اكثر؟ بالنسبه للتجربه الامريكيه ديال لو بيرتس، كان عندي تصوير لمده شهر ونص اللي تعلمت فيه بزاف ديال الحوايج. من بعد شهر ونص كان عندي لي بريباراتيف على قبل الدور اللي عندي ديال 20 يوم. كان واحد الكولونيل اللي كانوا جابوه هو من تماك من المارينز، اللي كان بريبارا معنا على قبل الدور، كيفاش كيعيشوا ديك الجنود، كيفاش كيتعاملوا، كيفاش كيوقفوا، كيفاش كياكلوا. وصافا دازت التجربه غزاله الحمد لله مزيانه. الوغ كيفاش قدرتي انك تجمع يعني ما بين الطبخ والسينما؟ مازال حاير لي السؤال. كيفاش بديت نجمع بيناتهم؟ هو في السينما ما كنخدمش بزاف في السينما، باسكو انا كنعتمد على الشغل ديالي اللي هو اوتون كو اوتليت مانجر. جو جير واحد دو بوان دو فونت، جو جير دو بوان دو فونت في مراكش في ان اوتيل. اي السينما كتكون ديما دو كوتي، يعني كيجيوني ادوار دي فوا الا كانت شي حاجه اللي مناسباني واللي غادي تعطيني واحد القيمه وهادي تزاد في الباركور ديالي ارتستيك راني كنقبل بها، سينو راه كنبقى خدام خدمتي عاديه. داكوغ، شنو ضافوا الاشهارات في حياه محمود؟ الاشهارات ضافوا بزاف في حياه محمود، باسكو بزاف ديال الناس ولاو كيعرفوني مؤخرا فاش وليت كندير الاشهارات، وليت كندير دي زافيش، ولاو بعض التصاور كيكونوا ديالي في دي بانو في الزنقه، دوك ولاو الناس كيعرفوني اكثر، تقربت من الناس اكثر، وكان ان بلوس بوغ مو. داكوغ، محمود شنو بغيت تقول للشباب اللي عندهم مواهب؟ بغيت نقول لهم باللي ما عمركم تسناو شي واحد يخدم في بلاصتكم ولا يوصل داكشي اللي بغي ولا يوصل لكم داكشي اللي بغيتو، باسكو ما خدمتوش على راسكم راه ما عمركم توصلوا. سيغت كاينين بعض الناس اللي كتجيهم الفرص حتى لعندهم، ولكن لا بلوبار ما كتجيش الفرصه حتى لعندو. دوكو خصك تقاتل وتخدم وتكافح وما تسناش العوين، باسكو العوين يقدر يكون يقدر ما يكونش. اي بون كوراج لكل شيء. داكو، كلمه للجمهور ديالك بلوتو قبل، شنو هو الجديد ديال محمود؟ الجديد ديال محمود هو اخر سلسله اللي دات الحلقه الاولى ديال اخر سلسله ديال ويست اوف ليبرتي، وبعض الفيديوهات اللي كندير في رمضان. داكو،
انت متميز جدا، علاش ما كنشوفكش في خرجات اعلاميه بزاف؟ لا بالعكس، عندي خرجات اعلاميه بزاف. جو سوي لو فيزاج ديال لا مارك، ديال كيلكو مارك، ما غاديش نقول سمياتهم. ما كان باش بزاف الاعلانات، باسكو الاعلانات عندي معاهم عقود اكسكلوزيف، يعني نقدر نبان في شي حوايج وكتجيني اوبورتونيتي باش نبان حاجه واحده اخرى، ما كيمكنليش انني نتعاقد مع الشركات المنافسه. شنو هو الهدف اللي كتطمح انك تحققهم بهذا العمل الجبار اللي كتقوم به؟ دونك في الميليو ارتستيك، علاش لا، ان شاء الله يكون عندي دي رول برينسيبو في دي فيلم انترناسيونو اي بوكو با ناسيونو، باسكو مازال ما بنتش في شي عمل ناسيونال، شي فيلم تاعنا في المغرب. اي بروفيسيونيلمون بوكو با ندير شي ريستورون فاميليال، ان بتي ريستورون يكون زوين على ذوقي انا، ريستورون عائلي. شنو هي لاطوش اللي غادي دير في هذا الريستورون؟ هذا غادي نخليكم تكتشفوها معايا ان شاء الله قريبا. ان شاء الله. واخا شنو تقول لكم الجمهور ديالك عن طريق فاس نيوز؟ الجمهور ديالي عن طريق فاس نيوز كنقول لكم انتم راكم ماشي فاز، انتم العائله ديالي. اي لاف يو اول، ما تنساوش ماي باخ از هي بيبي، ماي باخ از اولويز هي.